وبعد مرور أسبوع على الزلزال واقتراب عمليات الإنقاذ والانتشال من نهايتها، بدأ الآن الكلام يكثر عن الخسائر المادية. سوريا إلى الآن ما في أي شيء واضح أو رسمي، لا عدد المباني المدمرة ولا تقديرات لحجم الخسائر المادية ولا شيء. أما تركيا فبدأوا في إحصاء الخسائر. أمس سمعنا أخبار عن اعتقال عدد من المتعهدين المسؤولين عن بناء عمارات ومجمعات من اللي انهارت بالكامل، وفي تحقيقات وملاحقات لمتعهدين آخرين بتهمة الإهمال والبناء بطرق مخالفة. ومن ساعات أعلن القبض على مالك شركة مسؤولة عن بناء عدد من المباني في أضنم. هيئة الكوارث التركية بتقول أو بتقدر أنه عدد المباني اللي دمرت بالكامل 6444 مبنى، واتحاد الشركات والأعمال في تركيا بتوقع ارتفاع عجز الموازنة من 3.5 إلى 5.4% طبعا بسبب جهود إعادة الإعمار. بلومبرغ بتقول أنه خسائر تركيا تقدر ب 84 مليار دولار، وهذا يشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. أما تكلفة إعادة الإعمار في يقدر بأنها راح تستهلك 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم تأكيدات أردوغان من كم يوم أنه حيرجعوا ويعمروا البلد خلال سنة، لكن خبراء بيقولوا أنه هذا صعب كثير وأنه الموضوع راح يأخذ سنوات على الأغلب.